ما يستقصدوك لما تحكي لي يعملوا هيك. هايدي اول مره خبط. انا مش عارفه بصراحه انت بتعملي في امنا ليه كده، مش فاهماكي يعني. انت الكاكي والفاكي والهاكي مش هتفضى عايز جابت لي السوميكو ناموسه عملت كده. في احكي اتفضلي احكي احكي ناموسه. هايدي اول ما شفتها خلاص حطيت انا اسكتي بقى تنيلي هيك. كيف قلت لها كثير 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 حلوه من جوا، يعني غير انه شكلها حلو من برا. شفتيها انت شفتها انه حلو من جوا؟ لا حسيتها بالله. يلا يا شاطي يلا. حسيت قلبها طيب يعني. شفتي قلبها طيب؟ بتشوف العالم كلها منيحة ولا في روز ولا اخبار كلها. انا حسيت خلص هادي هادي ادينا هادي جد اللي قلبنا نية وحياة الله. يلا هادي فيكي خف فيكي خف. ايش هالله بتقولي عني؟ واحدة نسينا حنام خلاص. خلاص هايدي هايدي انا عارفاها من فترة طويلة قوي من قبل ستار اكاديمي بست سنين، بس اول ما شفتها حسيت انها طيبه خالص وهبله هبله مش عارفه حاجه في الحياه يعني. هو من البروفا اللي مش عارفه فين من البروفا اللي فين نية 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 على نيتها تماما تماما. وهي عارفه ان انا بحبها طبعا، ده غير ما انها قمر ما شاء الله الله اكبر. انا اول ما شفت هايدي قلت ان عندها حاجه بتخليها دايما حزينه يعني. ما عم شوف الضحكه في وشها يعني. نعيمه احنا اللي عم نتكلم، سعد ونسيم نايمين فاكيد واحد فينا. نحن معانا سعد من زعم بيحكي عن صوت شو بيحكي. لا ما ندققش عم تحكي. كمل يا سكين ما ندققش في التفاصيل. اوكي التفاصيل لا صح تفاصيل يا سكين بالتفاصيل تفاصيل بلا كنترول يا كنترول. ستاند بويز يا جماعه ستاند بويز. بس انا عرفت الحاجه دي ليه وحبيتك قوي زي ما انت، وانت شخص محترم وطيبه جدا. لا 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 السبب احس ان هي ست بيت يعني صح. انا لا يلا يا ما خلصت يا ولية. انا بتكلمها هي دلوقتي اتفضلي يا استمتعي. تذكري لما كنا بنغني كلنا اول ما اتعرفنا على بعض؟ مش رايحه في البتاع اول ما كانت السعوديه برضو؟ لا مصر بقى المره في مصر مش شيء عمود. كانت هايدي رتبتها الاولى طبعا في كلنا، وما توقعتهاش كده كلنا ما توقعتهاش بالشخصيه دي. توقعتني اسوء؟ لا خالص. حسيتك انه مش 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 كده يعني مش منسجم مش طيب. لا هو توقعك للاسوء فاهمه يعني. ارجوك ما تشاركيش من شرطه. لا ما توقعتيش شخصيه ثانيه خالص. لا سكينة شاركي شاركي معلش شاركي شخصيه طيبه. سمعيهم عسل. اول ما شفتك في المطار حسيتك بنفس الشخصيه اللي انت فيها دلوقتي، يعني اللي هو جدعة وطيبة ومحترمة وكل الكلام ده. وبعد كام يوم كده لما وصلنا الأوتيل والكلام ده وعارف أنا قلت له إيه لما كنا ليدي ليدي يعني إيه ليدي؟ عن جد ليدي ست ليدي فهمتها ليدي يعني ارتحت لك أول مرة شفتك. أول مرة اتكلمنا واحدة لو بتهيألي سؤال ارتحت للعالم كله. انا اول مره شفتك هايدي تحكي معها في بلاستيك. انا اول مره شفتك بتحكي ببلاستيكها. انا اول مره شفتك بلاستا يعني في مكانها في دورها يعني في بلاستيك. حتى هي ارتاحت لي من اول يوم حكينا مع بعض عشان اتكلمنا في حاجات شخصيه قوي. فين بقى واحنا جوه البتاع ده؟ وانتوا فين بقى؟ يعني في حاجات ده كان واحنا جوه البتاع ده مثلا يا بنت واحنا بنفتح في الريبورتاج حكينا في حاجات. ايه ده لحقتوا بعض قوي لحقتوا تحكوا بال معلش انا بحكي ده احنا نسيون النهار شباب جايز جايز عن جد بليز يلا في سؤال هدري عارفه وحبيت عينها بالذات ما شاء الله. انا كنت بفتكر انه لانسز سوايل سوايل اتفضل قول لنا على البرايم كان ايه. خلص يا يوسف عشان انا مش طايقاك. انا طالعه اكل حسيتك ثقيله بجد. قول لك حاجه ايه انت
شفتي بوزيتيف بحالها شايفه ايه؟ حاسه 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 ايه؟ زعلت انا ده اول انطباع لا زعلت برضه الله اه ده برج العقرب ده بتعرفي اي انا عايه نهار عم بحكي هارك انت واقف انا وحق انا وياك وحنان وعم صور لل ما بتعرفي ليش حبيتك لما بس حكيتك كنت عم تتساءل علي قلت لي مبين عليك يا مصري يا سوري يا سوري يا مدري شو قلت لها اختي والله لبنان والله ابصم لها بالعشره وهي تقول لي عرفتنا حالي يا زلمه انت شو جايبينك على فكره مرتضى حاجه يلا يا نيس يلا يا مرتضى بالك يا مش عارفه ليه محسسني انت ماسك طاجن ستك فوق دماغك وقاعد لا يا جماعه في موضوع عشان لا بس على الجماعه كات كات علاش كيجي يحكي واحد يحكوا 10 معاه يعني ايه انت بقى مرتضى والله انا كنت ضحكوا كثير نقزتني يلا خلص بقى ندوز وقت زوينه يلا انيس 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 هايدي اول ايه ده هو قال ايه اصلا مرتضى اول ما شفتك حبيتك ولسه ما زلت بحبك اني اتفضل ايه البصه بتاعت القطه دي اسمي يلا انا بس يلا انيس يلا انا هقدر انا هقدر يا مرتضى خلاص يا جماعه يلا يلا يا انيس شو شايف يمثل عليا اصلا خلاص الله يتحسب بالله طب انسب يلا اوكي هايدي اول مره شفت هايدي اول مره شفت هايدي واحد كده كل ما يصير دمه خفيف كده هذا كل عمري دم اول مره شفت هايدي كانت كنت تضحك كنت معك لما نطلع الاوضه كنت تضحك مع كنتي مع تضحكي مع الشباب مع عباس وسعد ما بعرف مين كان حسيت انه بنت دمها خفيف وتضحك انا اول مره شفت وجهك شفتك وانت بروفايل يعني كويس انك شفت البروفايل هيك بالجنب ايه حسيتك انك بعيده عن الاشخاص كلمه 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 يا جماعه بعدين توتالي انا حسيتك من النوع لانه شاطر بلا ما يشتغل على حاله لان بتذكر كنت تبقى تضلك نايمه ويقولوا لك عملت كثير منيح اليوم انا انه كيف انا بقعد بشتغل كل النهار وما بيقولوا لي عشان صح حسيت انه لا انه ليه ما في عادي كانت نايمه بتضل نايمه وبتعمل كثير بتنام كثير هايدي بتنام نوم مش طبيعي يعني شلبت مره شلبت نايم على المكنسه فجاعه لا لا طعمك طول اليوم حسيتها من الاشخاص البعاد يعني الصعب الواحد يقرب منهم اكزاكتلي يعني في اشخاص كثير هيك بتلاقي انه هي نقرب منها بس انه هايدي كانت شيء انه مثل انه شخص كثير صعب انه واحد يتقرب فيناكسيسي ايه وبحس كانت تحمي حالها يعني في شيء خليها تحمي حالها بس لا بينت كثير مهضومه وست مثل ما قال عباس كذا مره انا صرت اقول انه ست بين دغري اول امبريشن انه مرتبه مهذبة بنت حلوه والله حس قوي سهلة بريئة يعني كأنه من يعني ما بتعرف أي شيء جاي بس تغني يعني ما بتعرف إيش إنه صوتك حلو بتغني ما بتعرف أي شيء ثاني ما بتعرف أي شيء ولا هي يعني حتى تتعامل مع الناس ما بتعرف تحكي ما بتغني بس بس يا جميل لسه وقتك بوقت يا علي انت مين انت مين انت عايز ابنه ايه تخيلوا يا جماعه خلونا ايش سوي ترى انت عايز ابنه ايه انا هايدي حسيتها بشوشه الله حلوه كمان بشوشه يعني بس طول الوقت ما بتسمع وقلبها ابيض يعني انت قلت عنا بشوشه كمان انت قلتوا ايه لا لا انت قلبك اسي انا اقول يا عم يلا يا شوفي